بداية نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. سمية مبارك كاتبة من وادي سوف جنوب شرق الجزائر، أفتخر وأعتز بهذا الانتماء. الآن أنا في بالجزائر العاصمة، موظفة بوزارة الثقافة والفنون، كاتبة في رصيد الأدبي 13 منجز شعري، لي أيضا إسهامات في كتابة السيناريو للمسرح، لي إسهامات في كتابة المقالات، تقديم بعض الأعمال والإصدارات الشعرية لبعض الأصدقاء الكتاب، ناشطة كذلك في مجال الثقافة والفنون. هذا باختصار سمية مبارك. في الحقيقة لقد اكتشفت نفسي بنفسي حقيقة، يعني لم يكتشفني العالم أو الأصدقاء من حولي، وأنا في سن جد متقدم من عمري تعرضت لبعض المواقف التي استدعتني لأن أكون وحدي ولأن أكتب بغزارة ولأن أكتب لنفسي أولا وثانيا ودائما. وجدت من الكتابة متنفس، بوابة كبيرة للبوح، للأمل، للحزن، للتجلي، للإبداع. فاكتشفت نفسي أني أكتب أشياء تلمسني وتلمس الآخر، تلمس المرأة خاصة. فكذا بدأت أكتب بغزارة بغزارة بغزارة. لقيت نفسي أني بين يدي كتابات عديدة، قصائد كثيرة، وفي حوالي 200 صفحة أو أكثر. قررت أني نخرج هذه الأعمال في كتاب. طبعا لن أكون إنسانة بديهية ونخرج هذا العمل المتلقي بهذه الطريقة العشوائية. اتجهت واتصلت بأساتذتي بالجامعة وببعض الشعراء العرب التي أثق بهم، معذرة، تمحصوا وتفحصوا في الديوان جيدا، يعني عالجوه من الناحية اللغوية خاصة، بعض الأسلوب. فقط بقي إشكال في اسمي، وأنا اسمي سمية حشيفة وهو لقب والدي رحمه الله. فالمرحوم الشاعر العراقي سلمان داود محمد قال لي: يا ابنتي ما اسم والدك؟ قلت له: اسمه مبارك رحمه الله. وقال لي: حشيفة ثقيل شوي يعني كاسم أدبي أو فني، أنا أقترح عليك أن يكون اسمك الأدبي سمية مبارك. أنا فرحت بزاف لأنه يعني لي الفخر والسعادة أني أنسب اسمي لاسم والدي مدى الحياة، فعرفت بسمية مبارك الشاعرة. فعلا أنا كتابي الأول وهو هادين على جسد يبقى دائما موضوع الأدب لأي كاتب، له ميزاته وله خصوصياته واستثناءاته في قلبي. يعني بداية لأنه التمارين الأولى لي بالنسبة للكتابة، وهو المنجز الشعري الأول بالنسبة لي، وهو يقولني جدا. الإصدار الأول خاصة لكل كاتب عادة ما يقوله كثيرا، لأنه يتحدث عن تجاربه الخاصة، يسقط أحزانه وأوجاعه على تلك الكتابة. فهدين على الجسد يمثلني كثيرا كثيرا كثيرا، فيه 90% من سمية مبارك الإنسانة فقط. لهذا هدين على الجسد ينتمي إلي كثيرا الحقيقة. أنا أكتب الكتابة الإبداعية، أكتب للمرأة وللمجتمع، أكتب كذلك للطفل لأنه لبنة الإنسان. كما نعلم أن الأدب والثقافة هو
شعور يعني متجلي، وهما وجهان لحياة واحدة ولإنسانية عالية. الأدب والثقافة هما بوابتان العطاء العالي وللتأثير الباقي، لذلك أنا أكتب بكل طلاقة بكل حرية، أكتب للآخر للإنسانية، وهو أسمى شيء يعني بالنسبة للإنسان، هو مفهوم الإنسانية، أنه ما يكونش في تمييز، ما يكونش في عنصرية، يكون يعني الإنسان تقوم كتابته الإبداعية على تحفيز الجمال وإثراء الروح بالقيم، وهذا هنا يكمن دور الأديب في تعبيق الوعي وترميم الأمل. لذلك أنا أكتب للحب، أكتب للفرح، أكتب للحياة. أنا أتمنى إنه الشعر بتاعي يفهم الجميع طبعاً، ولكني في الحقيقة لا أكتب الكتابة الصريحة، أنا كتابتي يغلبها الطابع الرمزي، لأني بديت كتابتي بهذاك المنوال وكملت عليه، ما قدرش ناخذ منحة آخر. لكن الجميل أنه لكل متلقي يقدر أنه يقرأ الشعر هذاك أو يراه من زاويته الخاصة، يقدر شو يلقى فيه أمور أنا ما شفتهاش، يقدر صح يكون الوجع واحد والتجلي واحد، ولكن انه يفهم ويفهم بمفهوم واحد فهذا خطأ، وهنا تكمن الكتابة الإبداعية والكتابة الجيدة، انه ما يكونش في مفهوم واحد لتلك الكتابة. يعني ما عنديش قصيدة واحدة نحبها، لكن خاصة أنه جميع القصائد تشبه بعضها، تحسها تشبه بعضها لكن في نفس الوقت مختلفة. كان يعني كتابات هدرت على الوطن، كتابات عن المرأة، كتابات عن الخداع، عن الخذلان، كتابات عن بزاف بزاف حاجات كتبتها، لذلك كل قصيدة تمثل نفسها وعندها ميزاتها في قلبي. يعني ربيعي ليس مفتوح أبدا للكتابة، يعني في الحقيقة نقدر نبقى يعني سنوات لا أكتب شيء، نقدر نكون في شهرين ثلاثة كتبت بغزارة بنسبة ديوان مثلا. في الحقيقة إن المواقف هي التي تصنع مني كاتبة، عندي طقوس معينة للكتابة، أنا لا أستدعيها، الكتابة لا أستدعيها، ولكن هي تطرق بابي، خاصة أوقات هكا يكون أوقات التمعن، التجلي، الاستفزاز، الاستنكار، الخذلان. الكتابة لا تأتيني من لا شيء. أنا مع أني يعني شحيحة جدا في أني نقدر يعني نلبي جميع مختلف دعوات، يعني أني كنت متواجدة في جلسات أدبية، لكن أنا نحب بزاف الندوات الأدبية اللي حضرت لها وأنا في الجزائر في مختلف ولاياتها، شاركت في تونس العاصمة في مهرجان دولي، شاركت في مصر في مهرجان دولي كذلك، ولكن صدقيني يعني أن يكون متواجدة بين متلقي جزائري في مختلف ولاياته، يعني هذا يفرحني بزاف، مع أني شحيحة جدا يعني الدواعي، تعرف الظروف العائلية والمهنية تمنعني أن يكون متواجدة بغزارة. والله المرأة الشاعرة عليها أن كما يقولوا تحدد لنفسها موقعا بين الشعراء، موقعا يعني لازم تخدم عليه بزاف وتتعب عليه بزاف، لأن التواجد والاستمرارية ليس بسهل. وأنا راني نكتب لنفسي فقط، وطبعا حتى نكتب لنفسي مع اني راح هذا الكتابات راح تخرج للتلقي، علي ان اكون يعني واعيه بدرجه النوعيه والكيفيه
تاع هذه الأعمال اللي تخرج. لذلك أنا نكون نتمنى أني نكون في درجة من الاستحسان، وأنا راني راضية بزاف على أعمالي راهي نخرج فيها، وأنه تكون يعني مكانة الكاتبة نتمناها أنها تكون يعني مكانة دائما جيدة، دائما مرموقة، ولا أجد يعني فرق بين شاعر أو شاعرة، لا يعني ما عرفتش باش نقول، يعني نتمنى أنه كل شاعرة تكون عندها طبعتها ولمستها الخاصة بها، وأنها تحافظ على مكانتها بين هذا نعم بين الشعراء. نقع شاعر جد رائد وجد متقدم في الجزائر خاصة، وراهو احنا كما يقولوا بنينا موقعنا بين في مجال الشعر الأدبي العربي، كما نشوفوا راهو عندنا بزاف شعراء وشاعرات يشاركوا في بزاف تظاهرات أدبية عربية ويديو في جوائز كذلك، نتمنى لهم كل التوفيق، وهذا يشرفنا يعني كجزائريون. وما ننساوش زادة أنه عندنا شاعرات وكاتبات جزائريات كما ربيعة جلطي، زينب الأعوج، أحلام مستغانم، وغيرهن هما قدوة لنا، واحنا نتمنى انه ايضا نتبوأ مكانات جيدة كيفهم هما، نتشرفوا بهم، ونتمنى ظهور شاعرات وكاتبات جزائريات في هذه الصفة يعني. في الحقيقة انه سنة 2022 اخر عمل لي كان ديوان خذلان عند دار جمال للنشر والتوزيع مقرها ولاية عنابة، ونحن على مشارف العام الجديد سنة 2023. ما أكثر المشاهد التي تجتاحنا ونحن بكامل قوتنا ونحن في تمام إنسانيتنا وعطاءاتنا، ونحن لا سيما أنه نحن أهل الأدب واللغة والفكر. عندي عمل جديد متميز، وأنا يعني سعيدة أنه راح يكون نفتتح به سنة 2023، وهو ديوان خذلان سوف يكون مترجم للغة الفرنسية على يد امرأة مرموقة وشاعرة لها من الحس المرهف يعني ما دعاني للفرح. هي كما قلت استقبلت ديواني وتأثرت به بزاف، وحدة وحدة تترجم فيه للغة الفرنسية. راح يكون حوار بيني وبينها السيدة، لا أريد يعني أن أذكر الأسماء الآن، لكن سوف يكون حصري لكم، وهو السيدة مديرة المكتبة الرئيسية لولاية عنابة، راح تشرفني بترجمة ديوان خذلان إلى اللغة الفرنسية، وسوف يكون هذا الموجز يعني عن دار جمال أيضا للنشر والتوزيع والترجمة خلال سنة 2023 بإذن الله. للكلمة الصادقة وقع على العقول والقلوب، فما أعظم أن نكون أهلا لكل جميل، ما أجمل أن نعطي بلا حدود. علينا أن نعزز ثقافة الانتماء الواحد للإنسانية البحتة، وعلينا كذلك أن نكتب للبهاء للجمال والعطاء. نسخر ما لدينا من قوة للإبداع في سبيل رفعة المجتمعات ونصرة قضايانا العادلة لننتصر للحياة دائما وأبدا.